السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الليمفاتيك سيستم. والليمفاتيك سيستم هو النظام الوعائي الثالث زائد الأرتريز والفينز، اللي بيتميز إن هو بلايند ستارتد سيستم زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، إنه بيبدأ بالبلايند كابيلاريز وبعد كده تتحولوا يبقوا بري كولكتنج داكتس وبعد كده كولكتنج داكتس، اللي بتعمل ريلي في الليمف نودز لغاية اما ترجع عن طريق الثوراسيك داكت للفينس سيستم مرة تانية. طيب لو بدأنا كلام عن الاناتومي، زي ما احنا قلنا هو بيبتدي بالبلايند كابيلاريز او الانيشيال ليمفاتكس، والبلايند كابيلاريز دي سبحان الله فيها حاجة اسمها مايكرو فالف ميكانيزم، زي ما هنشوف بعدين في الفسيولوجي ان اللي داخل جوه الليمفاتكس ده عبارة عن ليمفاتيك فلويد. الفلويد ده بيبقى موجود في الانترستيشيال سبيس، فالزيادة دي بتدخل جوه الليمفاتكس وبيشيلها الليمفاتيك سيستم علشان يرجعها للفينس سيستم مرة تانية. طيب هو ازاي زيادة الهيدروستاتيك بريشر في الانترستيشيال فلويد ما تقفلش الليمفاتكس الصغيرة خالص؟ عن طريق حاجة اسمها المايكروفالف ميكانيزم والانكورينج فيلمنتس. سبحان الله، لما بيزيد الهيدروستاتيك بريشر الانكورينج فيلمنتس دي بيتشد عليها، فلما بيتشد عليها بتزود الجابس اللي ما بين الخلايا بتاعت الليمفاتكس وتخلي الفلويد يدخل جواها زي ما احنا شايفين الفلويد وطبعا الخلايا، لان احنا زي ما احنا هنشوف الليمفاتيك مش بيورلي فلويد ترانسميشن سيستم، لا ده ليه وظيفة مهمة ومهمة جدا في الاميون سيستم. طيب اول حاجة قلناها هي المايكرو فالف ميكانيزم، وبعد كده الفلويد ده يبتدي يتحرك لغاية اما يوصل للبري كولكتنج ليمفاتكس، والبري كولكتنج ليمفاتكس دي بتبقى مليانة بفالفز علشان تضمن اليوني دايركشنال فلو للفلويد، والوول بتاع الليمفاتكس بيكون في الاول خالص في البريكابيلرز هو سنجل لاير اندوثيليال سيلز، وبعد كده بتبدا تظهر سموث ماسلز في الوول بتاعته علشان يعمل البروبالشن للليمفاتكس. وزي ما احنا شايفين في الرسمه اللي تحت هنا تركيب برضو الليمفاتيك فالف، ان هو عباره عن سنجل اندوثيليال سيل لاير وفي جواها كور اوف كونكتيف تيشو. طيب في كلمة تانية اسمها الليمفانجيون. كلمة الليمفانجيون هي السيجمنت اللي ما بين تو فالفز، يعني دي كده اسمها ليمفانجيون. طب وايه وظيفتها دي؟ هي اللي وظيفتها السموث ماسل بتبقى موجودة في الول بتاعتها وبتضمن البروبالشن بتاعت الليمفاتيك ان يوني دايركشن زي ما احنا شايفين. والبري كولكتنج داكتس كمان ليها تو فانكشنز، البروبالجن وبرسبشن اوف مور ليمفاتيك فلويد، لان الوول بتاعها برضو في حتت منها بيبقى جابد شويه، فممكن يجمع كمان ليمفاتيكس زياده، يجمع ليمفاتيك فلويد زياده، وكمان بالسموس ماسل اللي موجوده في الوول بتاعه بيعمل بروبالجن. يبقى البري كولكتنج داكتس ليها تو فانكشنز، وبعد كده الكولكتنج داكتس الكبيره اللي زي ما احنا شفنا زي الثوراسيك داكت، وفي ليمفاتكس كبيرة برضو بتتجمع في الميزنتري اللي هي السيسترنا كايلي. ده كده كلام عن الاناتومي. What about the physiology؟ في الفسيولوجي هنعرف ايه هي الفورسز اللي خلت الليمف يتكون، وهي ببساطة عبارة عن هيدروستاتيك و اونكوتيك بريشر جوه الفيسل، ويقابلهم من الناحية التانية هيدروستاتيك وانكوتيك بريشر برضو. النت افكت ما بين التو فورسز دول بيفيفر الليمفاتيك فلويد فورميشن زي ما احنا شايفين في الرسمة الاولانية. ده النورمال اللي بيحصل. الفلويد ده لو كان كميته معقولة يبقى الليمفاتيكس الطبيعية كيبابل ان هي تشيله، وبالتالي ما بيحصلش إديمة في الناس الطبيعيين اللي الفورسز بتاعتهم نورمال من الناحيتين والليمفاتكس بتاعتهم كويسة. طيب لو حصل ان الفورسز في الارتيريال سايد او في الكابيلاري بيد سايد زادت قوي،
ايه اللي هيحصل؟ بيوند الكاباسيتي بتاعت الليمفاتكس، يبقى دي سيستميك كوزز اوف اديما، وتعمل حاجه اسمها هاي اوتبوت فيلير اوف ليمفاتكس. ده خلاص الليمفاتكس مش قادره تستوعب الكميه الكبيره اللي انت مصدرها لي من الكابيلرز. طب والاشهر ايه؟ ان كل الليمفاتيك ديزيز، او معظم بلاش كل الليمفاتيك ديزيز، بتعمل حاجه اسمها لو اوتبوت فيلير. ان احنا زي ما احنا شايفين ان الليمفاتيك برودكشن فورسز، خلينا نقول كده، الليمف برودكشن فورسز طبيعيه، ولكن الليمفاتكس هي اللي فيها مشكله مش قادره تشيلها، فبالتالي بتعمل ليمفديما. يبقى ده كده كلمة سريعة عن الفورسز اللي بتفيفر الليمف فلويد برودكشن، ولو حصل خلل في الفورسز دي او خلل في الليمفاتكس ايه اللي احنا متوقعينه يحصل. طيب في ايه تاني بالنسبة للفسيولوجي بتاع الليمفاتك سيستم؟ تعالوا نشوف ان هو يوني دايركشنال فلو سيستم زي ما احنا قلنا. وبعد كده الليمفاتيك فلويد بيتكون بريت فيري سلو، من 1.5 ل 2.5 لتر في كل اليوم، يعني في ال 24 ساعة، يعني بمعدل تقريبا من 60 ل 100 مللي في الساعة الواحدة، فهو عبارة عن لو فلو. وبعد كده كلمة مهمة، هاي ريزيستنس سيستم، يبقى هو مش لو ريزيستنس سيستم، لا ده هو هاي ريزيستنس سيستم ولكنه لو فلو. طيب البروبالشن بتاع الليمف بيحصل ازاي؟ زي ما قلنا انه بيحصل عن طريق السموث ماسلز اللي موجوده في الوولز بتاعت الليمفاتكس. طيب هل الفورس دي البريشر بتاعها قد ايه؟ تقريبا من 30 الى 50 ملي متر ميركوري، علشان تقدر تقاوم الريزيستنس اللي بتعملها الليمف نودز اللي موجوده في الطريق. دي اول حاجه. تاني معلومه ان الحقيقه الليمفاتيك سيستم بيشتغل عن طريق الستارلينج فورسز، يعني كل ما الليمفاتيك سيستم يتملي اكتر الفورس او البريشر يزيد اكتر لغايه الكاباسيتي معينه، وبعد كده الليمفاتيك سيستم يحصل له فيلير. دي المعلومه التانيه. المعلومه رقم ثلاثه، ان بعكس الفينس سيستم الليمفاتيك فلويد كولوم او الليمف كولوم از انكمبليت، مش كومبليت زي الفينس بريشر، وبالتالي مش هتحصل مشكله في الليمفاتيك سيستم الا لما يبقى كومبليت. يعني ايه الا لما يبقى كومبليت؟ دي الطبيعي ان الليمفاتيك سيستم الفلويد كولوم اللي موجود فيه انكمبليت، لما الليمف برودكشن يزيد قوي او لما يبقى فيه مشكله في الليمفاتيك سيستم ان هو مش قادر يطلع الليمف فلويد اللي جواه، يحصل ان الكولمن بتاع الفلويد ده يبقى كومبليت. فلما يبقى الكولمن اوف فلويد كومبليت يبدا ياثر على الوول زي ما هنشوف في الباثوفيسيولوجي كمان شويه، ولما ياثر على الوول يؤدي الى الاستيزز ويؤدي الى الكومبليكيشنز اللي هنقول عليها. زي ما احنا شايفين هنا ان during lymphatic obstruction و persistent lymphstasis الفلويد كولومن اللي جوه الليمفاتكس هيبقى continuous، وساعتها الليمف ميكانيكال درينج او الليمف مساج اللي هنقول عليه في الموداليتيز اوف تريتمنت يقدر يجيب نتيجه. طيب وتطبيقا لكلمه الستارلينج لو في الليمفاتكس، هي الجمله دي، ان الارينجمنت بتاع السموث ماسل في الليمفاتكس بيفيفر الريموفال اوف تيشو فلويد باي ليمفاتكس ديورنج الديبندنسي، يعني وانا مدلدل رجلي او وانا واقف الليمفاتيك فورسز بتزيد اكتر. ليه؟ علشان انا بالستارلينج لو انا زودت الاسترتش عليها، وبالتالي هي زودت البروبالشن بتاعها، فحصل فيفرنج للريموفال اوف التيشو فلويد. ده كده الفسيولوجي. تعالوا بعد كده نتكلم عن الباثوفيسيولوجي في رسمه جميله جدا. الباثوفيسيولوجي بقى بتاع الليمفيديما بيقول ايه؟ بيقول ان لو حصل ليمفاتيك ديسبليزيا، جبت كلمه ديس زي ما احنا عارفين يعني حاجه وحشه حصلت في الليمفاتكس لاي سبب من الاسباب بقى، هايبوبليزيا، اجينيسيس، يعني ده الحاجات لو كونجنتال،
حصل ليمفانجايتس انفلاميشن، حصل ليمفاتيك هايبر بليزيا بس مش فانكشنينج كويس، كل ده ممكن يدخل لي الليمفاتكس في فيشس سيركل زي ما احنا شايفين. احنا قلنا ان الميجور كومبوننت بتاع البروبالسيف موفمنت اوف ليمف فلويد از السموث ماسل سيلز اللي موجوده في الوول باي بروبالشن، فلو حصل باراليسز ليها ايه اللي هيحصل؟ يحصل اكتيزيا الليمفاتيك للليمفاتيك فيسل، وبعد كده يحصل مور ماسكولار ديسفانكشن، يحصل فالفولار انكومبتنس، ويحصل مور ريفلكس، وكده تبقى دخلنا في الفيشس سيركل. الفيشس سيركل دي هي اللي بتخلي الليمفاتيك فيسل مش قادر يشيل الفلويد، وبالتالي تحصل الليمفديما. طيب الليمفديما هتفضل شوية فلويد متجمعين وخلاص وعمل شوية إديمة؟ لا، للأسف بيحصل لايبوجينيسيس زي ما هنشوف كمان شوية ازاي، واللايبوجينيسيس ده والليمفديما في حد ذاتها بتعمل ريكروتمنت ل اميون سيلز، الاميون سيلز بتنديوس الفايبروزز، وكمان الاميون سيستم بيبقى ديسريجوليتد، ديس ريجوليشن للاميون سيستم، وبالتالي بيبقى البريزنس اوف ليمفيديما از افيفرنج ميديا لحدوث انفكشن، والانفكشن نفسها حدوث ليمفانجايتس تاني وريكارنت ليمفانجايتس برضو بتدخل الليمفيديما في vicious circle وبتستيميوليت مور lymphangiogenesis. هل الليمفاتكس اللي اتكونت دي نورمال ولا abnormal؟ طيب ولو حصل ميوتيشن في الجين بتاع الليمفانجيوجينيسيس هيحصل نيوبليزيا اللي قد تكون بيناين او مالجننت زي الكابوسي ساركوما اللي بتحصل في الاتش اي في بيشنت. فعشان كده بيبقى في جزء من الاميونو سبريشن داخل في الموضوع. طيب المعلومات اللي عايزين نطلع منها من الباثوفيسيولوجي ان هي عباره عن فيشس سيركل بتبدا بمشكله حصلت في الليمفاتيك فيسلز، دي المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه المهمه جدا الاميون ديسريجوليشن اللي بيحصل في كل عيانين الليمفيديما، وده اللي بيخليهم عرضه للريكارنت انفلاميشن كذا مره، وبيؤدي الى الورسنينج بتاع البروسيس اوف الليمفيديما. الريفلكس اللي بيحصل في الليمفاتكس ممكن يكون كايلس او نون كايلس. طب يعني ايه كلمة كايلس؟ كايلس يعني ريليتد للميزنتريك سيركيليشن، يعني شايل جواه بمعنى اخر كايلو مايكرونز، فهو ده اللي طالع من الانتستين. فلو كان بره الانتستين هيبقى اسمه نون كايلس ريفلكس، جوه الانتستين يبقى اسمه كايلس ريفلكس. طيب الغالب في معظم الوقت بتبقى اللور لمب اديما او اللور لمب ليمفيديما طالعه من ايه؟ من نون كايلس ريفلكس. طيب هل ممكن يكون كايلس ريفلكس؟ في الحالات العنيفه جدا اللي هي بيبقى فيها ليمفانجكتيزيا عنيفه، ممكن حتى الليمفاتيك فيسلز اللي موجوده في الانتستين يبقى الريفلكس فيها عنيف جدا، ويحصل ليها كونكشن مع اللور لمب ليمفاتكس وتعمل كايلس ريفلكس في اللور ليمبس. والحقيقه ان السكن تشينجز اللي بتحصل في الليمفيديما جزء منها از ديو تو نون كايلس ليمفاتيك ريفلكس في الديرمال ليمفاتكس، فده اللي بيعمل السكن تشينجز زي الانديوريشن وزي ما هنشوف الكلينيكال ساينز اللي بتعملها الليمفيديما. طيب وات اباوت دي انفكشن؟ يبقى اول ما اقول لك انفكشن افتكر كلمه الاميون ديسريجوليشن اللي بتحصل في الليمفيديما، وبالتالي الريكارنت سيليولايتس نفسها ديفستيتنج سيكولي للبريفرال ليمفيديما اللي بتزود الليمفيديما اكتر، واللي بتحصل اصلا بسبب السيليولايتس من الاول او الليمفانجايتس من الاول. يعني ايه؟ يعني قد يكون اللي حصل ليمفانجايتس ادت الى حدوث الليمفيديما، او هاي اوتبوت فيلير ليمفيديما اللي هي مثلا في عيان كاردياك،
وكان عنده هاي اوتبوت ليمفاتيك اديما، فالليمفاتيك فيسلز حصل جواها انفكشن علشان هي بقت فيفرابل ميديا، وبالتالي ادت الى حدوث الليمفيديما. طيب انهي اورجانيزم اللي غالبا بيعمل الموضوع ده؟ البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال انفكشن از موست كومن، ولكن في طبعا حالات بيبقى فيها بولي مايكروبيال افكت. طب الاميون ديس ريجوليشن ده ريليتد لايه؟ لقوا ان في defective complement activation مع immuno dysregulation، وكمان المونوسايت فانكشن بتبقى dumped. طيب what about الفايبروزز اللي بيحصل؟ الفايبروزز بيحصل لان الليمفاتيك فلويد اللي انا مش قادر اشيله ده بيبقى فيه high protein content، والهاي بروتين كونتنت ده مع الوقت بينشيت كيموتاكتيك فاكتورز لكرونيك انفلاماتوري سيلز زي الماكروفاجز. طيب والماكروفاجز والنيوتروفيلز بتطلع فاكتورز اللي بتنديوس بروتيزز، والنيوتروفيلز كمان اللي موجوده بتعمل بروتيزز رياكشنز وبتبروفوك الديفيوز سكارنج. يبقى الفايبروزز بيحصل ازاي؟ بيحصل من الهاي بروتين كونتنت فلويد اللي موجود في الانترستيشال فلويد، بيعمل كيموتاكتيك افكت لانفلاماتوري او كرونيك انفلاماتوري سيلز، وطبيعي ان الكرونيك انفلاماتوري سيلز دي بتنديوس البروسيس اوف هيلينج او الفايبروزز اللي بيحصل، وتؤدي للفايبروزز فين؟ في السبكوتينيوس لاير. الاديبوجينيسيس لقوا كمان ان عند الناس اللي عندهم ليمف ديمتاس ليمب، الليمب دي بتفيفر الفات اكيوميليشن. مش بس كده، لما بيجوا يخسوا لقوا انه بيفقد فات من كل الجسم اسرع من فقدانه في الليمف ديمتاس ليمب، وده اللي خلاهم يقولوا ان في كورليشن او ريليشن شيب ما بين الليمف ديما والفيفرنج اوف اديبوز تيشو جينيسيس في السبكوتينيوس لاير في العيانين اللي عندهم ليمفاتيك ابنورماليتي. طيب وات اباوت ذا ليمفاتيك تيومر والتيومر ليمفاتكس؟ هما كلمتين بتو باثولوجيز، بمعنى ان الليمفاتيك تيومرز ان التيومر نفسه لما بيحصل هو نفسه بيطلع جروس فاكتورز. الجروس فاكتورز دي زي ما بتستيميوليت الانجيوجينيسيس بتستيميوليت برضو ليمفانجيوجينيسيس، وده كان البروسيس اللي ممكن يحصل بيها الليمفاتيك سبريد للتيومر. عشان كده كانت الكلمه دي هي مدخل للتريتمنت اوف سام تيومرز عن طريق اتاكينج الليمفاتيكس. طب والحاجه الثانيه، احنا عارفين لو الحاجه بقت فيها ديسبليزيا لمده طويله قوي ممكن تقلب بتيومر، وده فعلا اللي ممكن يحصل في الليمفاتيكس زي ما قلنا الكابوسي ساركوما. يبقى وجود تيومر ممكن يكون ليمفاتكس، ووجود ليمفاتكس بايظه لمده طويله ممكن هي يحصل فيها تيومر. طيب وات اباوت الكلاسيفيكيشن والستيجنج؟ الحقيقه الليمفيديما من الحاجات اللي فيها كلاسيفيكيشن وستيجنج كتير جدا اكوردنج تو. هنشوف لو انت عايز تقسمها اكوردنج للكوز فهي يا اما primary يا اما secondary. طب secondary ايه؟ secondary لكانسر، secondary لفلاريزز، secondary ل radiation، secondary ل burn. كل الحاجات دي ممكن تأفكت الليمفاتكس وبالتالي تؤدي الى الليمفديما. طب according to genetics يبقى اما familial يا اما sporadic cases، يعني بتران in families ولا دي حالة لوحدها. طيب according للtime of onset congenital، ويعني ايه congenital؟ يعني first year of life، يا اما precox وده الموست كومن تايب منها، وده appear at the onset of puberty ولكن ممكن تظهر لغاية third decade of life، والتاردة اللي هي بتبدأ بعد سن 35. وبعد كده two classification system مهمين جدا اللي هم classification by morphology أو الأناتومي و الكلينيكال ستيجنج سيستم. المورفولوجي أو classification by الأناتومي أو المورفولوجي زي ما احنا شايفين هنا
زي ما احنا شايفين في الرسمة دي، ده النورمال ليمفاتيك باثويز، وعندي الاوبليتراتيف اللي هو بيحصل في 92% من الحالات، يا اما يكون ديستال اوبليتريشن زي ما احنا شايفين اللاينز الكتيرة اللي هنا بقت مجرد لاين واحد وبعد كده مكملة هنا كويس. طيب وديستال وبروكسيمال؟ لا ده بقى لاين واحد وكمان بروكسيمالي افكتد، ولو في بلفيك اوبستراكشن يعني بروكسيمال اوبستراكشن بس واللاينز اللي تحت كتيره زي ما احنا شايفين، يا اما يكون هايبر بليزيا وده بيحصل في 8% بس من الحالات، يا اما تبقى ميجالو ليمفاتكس او ميجا ليمفاتكس او هايبر بليزيا. طيب والمورفولوجيكال كلاسيفيكيشن ده او الاناتوميكال كلاسيفيكيشن ده بنشوفه في مين؟ ده بنشوفه عن طريق الليمف سينتيجرافي اللي هو حاجه من حاجات الدايجنوزز اللي هنتكلم عنها كمان شويه. يبقى اهو باي مورفولوجي، يا اما اوبليتراتيف يا اما هايبر بليزيا، وبتبقى اوبليتراتيف في قد ايه؟ في 92% of cases. والكلينيكال سيتنج كلاسيفيكيشن ده مش مهم قوي، يعني هل هو اسوشيتد مع ديزيز زي كليبل تراونيه ديزيز ولا هو حاجه ايزوليتد. والكلينيكال ستيجنج هو ده اللي مهم في التريتمنت جدا، هل هو ليتنت سب كلينيكال يعني العيان ده عنده ليمفديما ولكن لسه ما ظهرتش، ولا ستيج 1 اللي هو ريفرسبل اديما. يعني ايه ريفرسبل اديما؟ يعني اديما بتروح لما العيان بيرفع رجله، او نون ريفرسبل اديما تبقى ستيج 2 وستيج 3 اللي بيبقى معاها سكين تشينجز. ده كده الكلينيكال ستيجنج بتاع الليمفيديما. طيب هل ممكن عيان يكون عنده ليتنت الليمفيديما ويبقى المسافه ما بين ليتنت سب كلينيكال ستيج اند ستيج 1 تبقى قصيره ولا طويله؟ لا بتبقى طويله جدا، لان احنا قلنا ان الليمفاتيك سيستم عباره عن لو فلو سيستم، فالمده اللي بيحصل فيها الكلينيكال بريزنتيشن بتبقى طويلة، وغالبا لازم تكون precipitated by حدوث infection أو حاجة من الحاجات دي تظهر المشكلة اللي في الليمفاتكس اللي عند العيان. طيب لما نتكلم بعد كده عن الكلينيكال presentation بتاع العيان، الكلينيكال presentation ده يا إما يكون واحد من الستيجز اللي احنا قلنا عليها، أو يكون الكومبليكيشنز بتاعت الليمفيديما. فلما اجي اسال عن الهيستوري، يا اما الاقي الفاميلي هيستوري بوزيتيف، او الاقي هيستوري اوف ذا كوز يعني هيستوري اوف راديشن او هيستوري اوف بيرن او هيستوري اوف كانسر تريتمنت. كل الكلام ده هيستوري اوف ليمف نود ريموفال زي ما بيحصل في البريست سيرجري. طيب الاديما، ما دام قلت كلمه اديما يبقى لازم يكون in stage 1 على الأقل stage 1. طب الإديمة بتبدأ إزاي في الأول؟ بتبدأ pitting في الأول، لأن لسه البروسيس بتاعت الفايبروزز ما حصلتش، وبتبقى typically distal. يعني لو جيت نشوف الفرق ما بينها وما بين السيستميك إديمة، هنلاقي ان الليمف ديما بتبتدي ديستال يعني بتأثر على التوز، فبتعمل ساين اسمها سكوير توز، وبعد كده الفايبروزز اللي بيحصل في الدورسال بارت اوف ذا سكين بيخليك مش قادر تعمل بنش للسكين ات ذا دورسام اوف ذا فوت، والساين دي اسمها ايه؟ ستيمرز ساين. طب ومع الوقت الاديبوجينيسيس والفايبروزز اللي حصل في الدورسال بارت اوف ذا فوت يعمل حاجه اسمها بافالو هامب. طيب والريفلكس اللي حصل في السكن والفايبروزز ده يعمل برضو على السكن وودي تكستشر. طيب السكن نفسه في الاول هيبقى عامل ازاي في الليمفيديما؟ بيبقى بينكش وبعد كده هايبر كيراتوتيك نتيجة للبروسيس اللي احنا قلنا عليها بتاعت الفايبروزز، وبعد كده ممكن كمان تظهر فيسيكلز اللي بتعمل يا اما ليمفوريا يا اما كايلوريا،
وقلنا كلمة كايلوريا دي أو الكايل هيبدأ يظهر في الليمفاتكس بتاعة الليج إزاي؟ لما يبقى في ريفلكس أوف كايل من الميزنتريك ليمفاتكس. طيب هل ممكن تبقى بريزنتد ببين؟ الطبيعي إن الليمفديما إز بينلس، ولكن في عندنا سبب مهم جدا هو اللي ممكن يكون عمل الليمفديما والليمفديما تعمله، اللي هو السيليولايتس يبقى او الليمفانجايتس. فبريسنس اوف بين بيانديكيت كومبليكيشن. ايه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن الاقي العيان بريزنتد بيها؟ انفكشن عباره عن سيركل اوف ريكارنت انفكشنز، العيان بيجيله سيليولايتس اكتر من مره، وبعد كده بما ان الليمفاتيك ده بيبقى فيه هاي بروتين كونتنت وبيبقى فيه اميون سيلز الليمف شايلها عشان يوصلها للليمف نودز، فالعيان ممكن يبقى بريزنتد مالنيوتريشن واميونو ديفيشنسي، وزي ما قلنا ممكن يحصل ترانسفورميشن الى مالجنانت تيومرز. طيب التشخيص بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق كومباينيشن من الهيستوري والاكزامينيشن اللي احنا قلناه زائد انفستيجيشن هنقول عليها، وزي ما احنا قلنا ان هو مور ديفيكلت في الايرلي ستيجز اللي هو الليتنت فيز. يبقى تشخيصه في الليتنت فيز صعب، ولكن دلوقتي طلعوا حاجات جديده اسمها البايو امبيدنس. البايو امبيدنس ده بيعدي الكتريكال كارنت في التيشو ويشوف مقدار الفلويد فيه قد ايه، فدي حاجه جديده اللي هو ممكن يديتكت الهاي ريسك بيشنت بيها ويعمل كونزرفاتيف ميجرز من البدايه. طيب الهاي ريسك جروب مين هم؟ الهاي ريسك جروب ان يحصل لهم ليمفيديما. لما جم يشوفوا الهاي ريسك جروب قسموهم ل developed countries و non developed countries. ليه؟ لان الريسك فاكتورز هنا مختلفة عن هنا. ففي ال developed countries كان الكانسر والريكارنت انفكشن او recurrent cellulitis هو الميجور ريسك فاكتورز. طب وفي النون ديفلوبد كانتريز؟ لا، الانفكشن باي الفيلاريزز هو كان الهاي ريسك جروب. طيب وات اباوت ذا تيستينج؟ ايه الحاجات اللي بستخدمها كتيستينج موداليتيز كتيستينج موداليتيز في الليمفيديما؟ الليمف سنتيجرافي هو الجولد ستاندرد في الدايجنوزز. والليمف سنتيجرافي ده الفكره بتاعته ان انا بحقن راديو اكتيف ماتيريال زي ما احنا شايفين في الرسمتين دول، وبعد كده بصورها بالجاما كاميرا. فالصوره اللي على الشمال دي هي النورمال، والصوره اللي على اليمين اب نورمال. زي ما احنا شايفين في الرسمه دي الماتيريال اللي انا حقنتها الليمف بيشيلها وبعد كده يمشي في الباس واي بتاع الليمفاتكس، ده النورمال، واللي على اليمين ده الاب نورمال. وليه بيبقى التركيز بتاعها في الفود زياده قوي كده؟ عشان هو ده المكان اللي احنا حقنا فيه الماتيريال. طيب في ايه تاني ممكن استخدمه؟ ممكن نستخدم الدايركت ليمفوجرام او دايركت ليمفوجرافي. طب وده بيستخدم امتى؟ في حالة البري انترفينشن زي ما هنشوف في السيرجيكال مانجمنت. ممكن اعمل ليمفو ليمفاتيك انستموزز او ليمفو فينس انستموزز، فانا عايز اشوف هوصل ايه بايه، فده بيتعمل بري انترفينشن بس. طب والحاجة التانية السي تي او الام ار اي؟ والسي تي والام ار اي دول مش علشان اقول ان دي ليمفيديما اكتر من ان انا بشوف other causes مسببة الحاجات دي، يعني for differential diagnosis ال CT وال MRI بيوضحوا لي الفرق او ال cause لو فيه، زي ما هنشوف في ال differential diagnosis بتاعنا. طيب ايه الحاجات اللي هشوفها مهمة قوي الكلام اللي جاي ده؟ ان بيبقى فيه honeycomb appearance او distribution للإديمة فين؟ في انهي بلين؟ في الابي فيشيال ستراكشر. يبقى الليمف دي ما بتبقى دايما موجوده في الابي فيشيال ستراكشر مع الثيكنينج اوف ذا سكن، ولكن في الفينوس اديما بيبقى في افكشن اوف بوث الابي فيشيال اند سب فيشيال
compartments of the leg. وبعد كده في الليبيديما الفات بيبقى fat accumulation without fluid، يبقى mainly CT والMRI علشان الdifferential diagnosis. طيب الdifferential diagnosis بتاعي ايه؟ هو الليبيديما يعني abnormal accumulation of the fat in the legs، وده بيحصل في بعض الناس. الحاجة التانية الفينوس انسفشنسي اللي ممكن نعمل سي تي علشان نشوف الفين اوكلودد ولا لا، سي تي فينوجرام تحديدا. سيستميك كوزز زي الهيباتيك والرينال والكاردياك كوزز و التروما مع سيمباثاتيك ديستروفي كمان ممكن تعمل يونيلاترال لور ليج سويلينج. طيب بعد كده لما نيجي نتكلم عن التريتمنت موداليتيز لازم نعرف في الاول وات از ذا جول اوف تريتمنت، الميجور جول اوف تريتمنت. الجول بتاعي ان انا اقلل الليمب دايامتر، اقلل الاديما، اخلي السكن هيلثي على قد ما اقدر، امنع الانفكشن، وكمان اعلم العيانين ان هم يستخدموا السكن كير و يراقبوا كمان السكين بتاعهم علشان ما يحصل لهمش recurrent attacks of infection أو inflammation. التريتمنت بينقسم إلى preventive treatment، mechanical reduction of limb swelling. لو بقى لقيت limb swelling ومدام بقول limb swelling يبقى أنا دخلت في الستيج 1، وبعد كده السيرجيكال تريتمنت. البريفنتيف تريتمنت ده لمين؟ زي ما قلنا الهاي ريسك جروب بتاعنا اللي هو يا اما ديفلوبد كانتريز يبقى كانسر او ريكيرنت سيلولايتس، يا اما في الان ديفلوبد كانتريز يبقى انفكشن بالفيلاريزيس. طيب ممكن اديتكت العيان في السب كلينيكال ستيج او في الليتنت فيز، دي صعبه جدا ولكن في دراسات جيه بتتعمل على البايو امبيدنس ان هو ممكن يشخص الناس دول بدري. طيب يبقى ممكن امنع الموضوع ده ازاي؟ ان انا في الديفلوبد كانتريز العيانين اللي عندهم ريكيرنت سيلولايتس اعالجه كويس قوي من المره الاولانيه علشان ما يحصلش لمفاتيك ديسبليزيا، و ديورنج الكانسر تريتمنت نحاول بقدر الامكان ما نشيلش الليمف نودز كلها. فعملوا في البريست كانسر موضوع السنتينل ليمف نود ريموفال، وموضوع سنتينل ليمف نود ده قلل نسبة حدوث الليمفيديما في الأبر ليمب نسبة 80%، وفي العيانين اللي في الديفلوبينج كانتريز أقلل حدوث الانفكشن بالفيلاريزز عن طريق استخدام العلاج اللي هو زي الإيفر ميكتين. طيب لو حصل موضوع السويلنج يبقى لازم اعمل ميكانيكال ريدكشن للليمب سويلنج، والميكانيكال ريدكشن للليمب سويلنج ده بيحصل عن طريق حاجه اسمها سي دي تي او الكومبلكس دي كونجستيف ثيرابي. الكومبلكس دي كونجستيف ثيرابي ده بيمر بمراحل عباره عن مانوال ليمفاتيك درينج، كومبريشن باندجينج، وكومبريشن جارمنتس، وكومبريشن ديفايسز زي الانترميتنت نيوماتيك كومبريشن ديفايسز، والنون الاستيك كومبريشنز. والبريشر فاليوز بتاعتهم لازم ما تخطيش الماكسيمم ليميت اوف 60 ل 70 ملي متر ميركوري، ده لو العيان ما عندوش بريفرال ارتيريال ديزيز، وبتكون في الابر ليمب من 20 ل 30، وطبعا الاكسرسايز والسكن كير. طيب ايه هو افضل بريشر للليمفيديما؟ اللي مكتوب ان افضل بريشر هو اعلى بريشر يقدر العيان يتحمله، بيلبسه لمده 22 ساعة في ال 24 ساعة، يعني تقريبا معظم اليوم. طب المانوال ليمفاتيك درينج بيحصل ازاي؟ بيحصل فيه يعني لو احنا رحنا على الليج دي نعمل فيه ليمفاتيك مساج في الان افكتد اريا الاول، وبعد كده في الافكتد اريا، بحيث ان احنا نهيئ المنطقة السليمة لاستقبال الليمفاتيكس مور من الابنورمال بارت، وبعد كده نعمل المساج. وزي ما احنا شايفين في الجدول ده ان الكومبلكس ديكومبريسيف ثيرابي بناء على الستيج
بيبقى الوقت بتاعه، يعني ستيج 1 بياخد from 2 to 3 weeks، ستيج 2 بياخد from 3 to 4، وستيج 3 بياخد from 4 to 6 weeks، وكلهم بينقسموا إلى مرحلتين، phase 1 decongestive و phase 2 maintenance. يبقى phase 1 بقلل فيه أو بحاول أقلل فيه الديامتر بتاع اللمب، و phase 2 اللي هو الأهم هو المينتنس. وفي كل الفيزز سكين كير is of great importance. نيجي بعد كده ننقل على الموداليتي التانية، وهي السيرجيكال تريتمنت اوف لينفيديما. والسيرجيكال تريتمنت يا اما تكون اكسيجنال تريتمنت، اكسيجنال تريتمنت سواء سيرجيكال او لايبوسكشن. والسيرجيكال ده لو كان السكن نورمال زي الهومانز اوبريشن، ولو كان السكن اب نورمال بيشيل بقى السكن والسبكوتينيوس تيشو وكله، دي اسمها تشارلز اوبريشن. وممكن كمان اللايبو ساكشن، ودول كلهم تحت كلمة اكسيجنال سيرجيكال تريتمنت اوف الليمفيديما. طب وات اباوت دي فانكشنال؟ لا، الفانكشنال ده انا بحاول اريجين الليمفاتيك فانكشن تاني عن طريق الانستموزس، فممكن اهارفست الليمفاتيك فيسل من مكان سليم وانقله للمكان الابنورمال، ودي اسمها اوتوليجاس ليمفاتيك جرافتنج. وهنا بقى بحتاج الانفستيجيشن اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الدايركت ليمفوجرام، بيحقنه داي، وعن طريق الداي دي بيعمل هارفستنج للليمفاتيكس ويزرعها في مكان تاني. فدي ليها لازم جزء اساسي منها ان الجزء اللي انا هاخد منه الليمفاتكس يكون اوريدي كويس، ويكون فيه ليمفاتكس تقدر تعوض الليمفاتيك فيسلز اللي هاخدها. وعمليه تانية برضو اسمها الليمفو فينس انستموزس. والريزلتس بتاعت كل السيرجيكال موداليتيز دي مش واضحه قوي، يعني في بعض السيريس كويسه وبعض السيريس لا. فالميجور modality of treatment of lymphedema is the medical compressive treatment أو conservative treatment أكتر من surgical. بكده نكون خلصنا الليمفيديما وكل حاجة فيها تقريباً.